أهلا ومرحبا بكم من جديد. نشرة إخبارية جديدة، والبداية مع العناوين. الرئيس بارزاني يؤكد: نفتخر بتجديد جماهير كردستان ثقتها بالديمقراطية الكردستاني. نائب رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة الاتحادية الإسراع بإنهاء معاناة نازحي كركوك. وزير التعليم العالي في الحكومة الاتحادية يؤكد وجود 27 موقعا ملوثا في البصرة. تقرير يكشف أن أمريكا لديها خطة جديدة لإخراج القوات الإيرانية من سوريا. وترامب يقول إنه غير راض عن رواية السعودية بشأن خاشقجي. ومن العناوين إلى التفاصيل، ثمن الرئيس مسعود بارزاني في بيان له الموقف الثابت والمبدئي لجماهير كردستان التي صوتت لقائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني في انتخاب برلمان إقليمي كردستان. وقال الرئيس بارزاني: إننا نفتخر بالثقة التي منحتها الجماهير للحزب الديمقراطي الكردستاني. وأضاف أن هذه الثقة هي أساس لشرعية الاستمرار ودليل واضح للنضال نحو تحقيق أهداف الحزب الديمقراطي الكردستاني. أكد رئيس حكومة إقليم كردستان شيرفان بارزاني أن الشعب الكردي يثمن ويقدر عاليا مواقف الكاتب والمؤرخ إسماعيل بيشكتشي المدافعة عن حقوق الشعب الكردي والذي يحظى بحب الكرد جميعا. تأكيد بارزاني جاء خلال استقباله اليوم بيشكتشي الذي عبر بدوره عن سعادته لهذه الزيارة للإقليم والحفاوة التي استقبل بها من قبل جميع شرائح المجتمع الكردستاني. بعد ذلك قدم بيشكتشي في جانب آخر من اللقاء نبذة عن عمل ونشاطات وقفه. هذا وهنأ عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مسرور بارزاني عبر موقعه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي الكردستانيين كافة بمناسبة إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية في إقليم كردستان وفوز الديمقراطي الكردستاني ب 45 مقعدا برلمانيا. وأضاف بارزاني أن هذه النتيجة أفصحت عن الرغبة الحقيقية لأهالي كردستان في مكافأة البارتي على صموده وثباته في مواقفه الوطنية. وكتب بارزاني في صفحته قائلا: بهذه المناسبة أهنئ كافة أهالي كردستان خاصة أعضاء ومؤيدي الحزب الديمقراطي الكردستاني وجميع المصوتين له. وكتب مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر يقول: أهنئ الشعب الكردستاني على نتائج الانتخابات اليوم، لقد أسمعتم الجميع أصواتكم. قال نائب رئيس البرلمان العراقي الدكتور بشير حداد إن المئات من نازحي كركوك يواجهون ظروفا صعبة بعد مرور عام على نزوحهم من مناطق كركوك ودوس خرماتو. حدد وخلال تفقده لمخيمات النازحين في سير بلنت ودشت بهشت في مدينة أربيل، دعا الوزارة المعنية في الحكومة العراقية إلى تكثيف جهودها من أجل تقديم أفضل ما لديها للتخفيف من معاناة هؤلاء النازحين. الأحداث الأخيرة التي حدثت في كركوك وضواحي كركوك وفي خرمات أدت إلى نزوح مئات العوائل الكردية ومن مناطقها إلى محافظات أقليم كردستان، واليوم نرى أوضاعهم المعيشية الصعبة وأحوالهم الحياتية أيضا. بالأمس كنا في مخيمات سري بلند و
زرنا هذه العوائل النازحة وشفنا بأم عيننا ما يعانونه من معاناة ومن صعاب. واليوم أيضا نزور هذه العوائل المنكوبة في مخيم دشتي بهشت، وأتيناهم ببعض المساعدات البسيطة، ولكن هذه لا تغني عن ولا تسمن من جوع. ولذلك ندعو الحكومة العراقية بالإسراع في مواجهة هذه الأزمة وحل المشاكل العالقة هناك في منطقة كركوك في محافظة كركوك، لكي يتمكن هؤلاء العوائل من الرجوع إلى أماكنهم سالمين وغانمين. إلى أن يحدث ذلك ندعو الحكومة العراقية ونطلب من وزارة الهجرة والمهجرين الالتفات إلى هذه العوائل وتقديم المساعدات الآنية والمستعجلة الإنسانية لهم، وكما ندعو المنظمات الخيرية الإنسانية أيضا إلى زيارة هذه المخيمات، وبخاصة اليوم ترون أن الشتاء على الأبواب والأمطار أيضا جاءتنا، لذلك هم بحاجة ماسة إلى هذه المساعدات. فالآن التفاهمات موجودة بين أربيل وبغداد، وأكيد محور أساس من محاور هذه المحادثات تتمركز حول وضعية كركوك، لذلك نحن متفائلون بأن في الوقت القريب إن شاء الله سوف تحدث انتقالة ونحو الأحسن ونحو الأفضل في معالجة مسألة كركوك. من جهته قال عضو البرلمان العراقي السابق والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله إنه يأسف للتقصير الواضح لوزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية في تقديم الدعم لنازحي كركوك، معربا عن أمله في أن تقوم الحكومة الجديدة بدور أفضل في هذا المجال. يعني للأسف الحكومة العراقية كان مقصر جدا أمام النازحي كركوك اللي نزحوا باتجاه إقليم كردستان بعد أحداث 16 أكتوبر، وخصوصا وزارة الهجرة والمهجرين كان دورها سلبي جدا في تقديم المساعدات لنازحي كركوك. نأمل أن الحكومة الجديدة تقوم بدورها في إيصال المساعدات الإنسانية وحقوق النازحين اللي كان متبع من قبل وزارة الهجرة والمهاجرين للمحافظات العراقية، ولكن كان دورهم سلبي جدا، ونأمل أنه تعاد النظر في هذه المسألة وتقوم الحكومة بإيصال مساعداتها إلى، وخاصة نحن أمام فصل الشتاء يحتاج النازحين إلى النفط وكذلك الوسائل الأخرى التدفئة وما ما شابه ذلك. هناك لجنة تفاوضية بين الإقليم وبين بغداد، أحد المسائل الرئيسية اللي يتم التفاوض بها مع الحكومة المقبلة هو مسألة إعادة العلاقات بين الإقليم والبغداد وإعادة التوازن في مناطق متنازع عليها بطريقة يسمح للنازحين العودة مرفوعي الرأس إلى أماكنهم وإلى عوائلهم. تستمر فعاليات ونشاطات مهرجان دهوك السينمائي الدولي بنسخته السادسة ولليوم الثاني بمشاركة العديد من السينمائيين ومشاركة أكثر من 100 فيلم. وبهذه المناسبة ينضم إلينا مراسلنا غسان خضر من داخل مهرجان دهوك السينمائي الدولي. مرحبا بك غسان، هل لك أن تحدثنا عن النشاطات والفعاليات لليوم الثاني من مهرجان دهوك السينمائي الدولي؟ نعم. نعم، مرحبا شيلان. بالأمس افتتح المهرجان كما أشرت، هناك 100 فيلم، هناك 40 فيلما كرديا. بالأمس عرض فيلم الافتتاح opening film، يعني كان يتحدث عن قضية اجتماعية، يتحدث عن تحديات المرأة الكردية في المجتمع، وأيضا طرح حلولا. اليوم اتجهنا إلى منحى آخر وهو قضية سياسية. اليوم عرض في الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة فيلم بعنوان Hero of the Century أو بطل العصر، يتحدث عن قوات البشمركة وعن الحرب الأخيرة التي خاضتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في الموصل وفي مناطق أخرى. هذا الفيلم في الحقيقة جماهيريا يعني هناك صدى جيد عن هذا الفيلم، كان هناك حضور ملفت لهذا الفيلم. يحدثنا أكثر عن هذا الفيلم اليوم مخرج هذا الفيلم السيد جوان باباني. تفضل هنا سيد جوان. بداية يعني اليوم كان هناك فيلمكم Hero of the Century بطل العصر، وطرح قضية البشمركة ولكن على هيئة السينما. برأيك بصورة عامة كيف تقيمون الفيلم وكيف تقيمون الحضور الجماهيري لهذا الفيلم؟ شكرا لكم ولقناتكم الموقر. بصراحة تقييمنا لهذا الفيلم، نحن مستمرون، السينما الكردية مستمرة، هي مجرد طفرات محاولات. لا أقول لك بأننا نملك سينما
ولكننا نحاول أن نخلق أسس للسينما. طيب يعني هناك الفيلم استخدم التكنيك يعني هو موجود أيضا في أفلام ربما عالمية، هل هذا يعني أن السينما الكردية مع وجود هذا العدد من المشاركة بدأت أيضا تستخدم التكنيك الذي يستخدم في الأفلام الموجودة في السينما العالمية؟ ده يتوقف على المخرج ورؤية المخرج، المخرج طريقة كتابة الستوري بورد الديكوباج، لأن المخرج عندما يحب الأفلام الحركية أفلام الأكشن يكون له طابع خاص، ويتوقف نجاح الفيلم و بالارتفاع ليفل الفيلم على فريق العمل الذي يعمل معه. قد يكون هناك بعض النواقص وليس نحن السبب، لأن الأفلام العالمية تصرف عليها مئات الملايين الدولارات مقارنة بنصف مليون دولار أو 400 ألف. مع هذا نحن نحاول أن نخطو خطوات، ونعلم نحن نعلم بمناطق الضعف أين، ولكننا قد لا نستطيع التخطي أو القفز من فوقها لأنها واقع يجب أن نتقبله. سيد جوان، أيضا يعني ظروف الفيلم لم يستخدم الديكور ولكن اعتمد على محيط حقيقي وهو صور في الموصل وأطراف الموصل، وبالتالي هنا حدثنا عن الظروف وعن التحديات التي واجهتموها في صنع هذا الفيلم. كانت ظروف قاسية، نحن كنا في قلب المعركة، يعني تصور يوم من الأيام جمعنا سيارات هامر، فوصلت الإخبارية لقوات الداعش بأننا موجودون هناك ولم يعرفوا بأننا نصور. بدأ القصف علينا وانبطحنا على الأرض جميعنا والممثلين، يعني كانت كل ليل كنا نحرس أنفسنا خوفا من التقدم والقبض علينا. نعم، هو الفكرة المركزية الثيم لهذا الفيلم يتحدث عن البيشمركة والقتال، إلى أي مدى وفقتم في أي قناة إن صح القول يعني تحويل قوات البيشمركة إلى أيقونة في هذا الفيلم؟ نحن لم أقول نمجد البيشمركة، نحن حاولنا أن نكون واقعيين، حاولنا أن نظهر بعض المعارك التي حدثت في أطراف الموصل، فتمجب من خلال فيلم واثنان وثلاثة كل بلد وكل دولة تحاول أن تمجد جيشها، فنحن نحاول تمجيد الجيش العراقي والبيشمركة وأي قوة تكون إيجابية تدافع عن الإنسانية. أيضا في المؤتمر الصحفي سيد جوان تحدثتم عن قضية أنه الفيلم في الشخصيات لم يقدم أي شخصية من المكونات الأخرى العراقية على أنها شخصية خائنة وعلى أنها شخصية يعني داعشية إن صح القول، إلى أي مدى وفق الفيلم في تعزيز صورة التعايش السلمي هنا في كردستان وفي الخارج؟ بالنسبة لنا أنا كما قلت من قبل أنا إنسان أؤمن بالتعايش، أنا أؤمن بالأخوة، أنا أؤمن بالتاريخ المشترك، أنا أحاول دائما أن أكون معتدل، أن لا أكون متعصب ولا أدافع عن قوميتي على حساب الطرف الآخر. فأنا قد رأيت شخصية عربية في الفيلم ولكنني استعملته بشكل إيجابي وقام بالدفاع عن البيشمركة، لأن لا يعني أن الداعشي هو عربي، هو قد تكون إرهابي عالمي، قد يكون شيشاني وقد يكون أمريكي وقد يكون فكر عالمي. لذا أنا استعملت، لأن العرب فيهم ناس شرفاء ومحترمين ويحبون الحرية ويحبون السلام للعالم، فأنا لم أريد أن أشوه شخصية أو كاركتر الشخص العربي. طيب ربما سؤال أخير، هل من الممكن أن يشارك هذا الفيلم في مهرجانات عالمية أخرى؟ نعم، سنرسل هذا الفيلم إلى مهرجانات عالمية، وهناك شركات تحاول أن تتعامل معنا، نحن الآن على اتصال مع شركات، قد نحاول أن نوزع هذا الفيلم عن طريق القنوات الخاصة الأمريكية.
إذا السيد جوان بامري مخرج فيلم هيرو أوف ذا سنتري أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك. إذا جوان استمعنا سوية إلى شهادة السيد جوان بامري مخرج الفيلم الذي عرض اليوم. هو يقدم شخصية ربما عسكرية وهي شخصية البشمركة المقاتل في البشمركة عن طريق السينما. سوف نواصل تغطية هذا المؤتمر ربما في الأيام القادمة. هناك يعني جدول كامل لجميع الأفلام التي سوف تعرض هنا تتناول موضوعات معينة بعضها اجتماعية بعضها سياسية وبعضها ثقافية وأيضا بعضها علمية. نعم شيلان. نعم شكرا جزيلا لك غسان من دهوك من داخل مهرجان دهوك السينمائي الدولي. سنعود إليك لتنقل لنا النشاطات والفعاليات من داخل المهرجان. شكرا لك مرة أخرى وشكرا للضيف المخرج السينمائي جوان بامر. شكرا. ذكر صحيفة الشرق الأوسط أن زعيم ائتلاف الوطني أياد علاوي هدد بمقاطعة العملية السياسية في حال عدم تسنمه شخصيا وزارة الدفاع، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لم يتمكن حتى أمس من حسم معظم الوزارات لا سيما السيادية منها. ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله إن ملف الوزارات السيادية لا يزال بيد الكتل السيادية لا رئيس الوزراء المكلف برغم الاستقلالية التي قيل إنها أعطيت له من قبل بعض الكتل. قال محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي إن الكتل السياسية نجحت بفرض مصالحها على محاولات التغيير التي تبناها المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة عادل عبد المهدي حسب تعبيره. وأوضح النجيفي في تغريدة له على حسابه الخاص بتويتر إنه مع اقتراب إعلان تشكيلة الحكومة تدل التسريبات على أن الكتل السياسية نجحت بفرض مصالحها على محاولات التغيير التي تبناها السيد عادل عبد المهدي. وخلص النجيفي إلى القول إن الأمل بات ضعيفا في إنتاج حكومة تختلف عن سابقتها. رجح النائب عن كتلة صادقون أحمد الكناني الأحد تأجيل طرح أسماء نواب رئاستي الجمهورية والوزراء إلى ما بعد نيل حكومة عادل عبد المهدي الثقة النيابية، مبينا أن التوجه العام يشير إلى عدم إعادة استزار أي وزير سابق أو حالي. وقال الكناني في تصريح إن طرح أسماء النواب رئيسي الجمهورية والوزراء سيتأجل إلى ما بعد تصويت البرلمان على الكابينة الوزارية من أجل فسح المجال أمام الكتل السياسية للتفاوض على تلك المناصب وتسمية المرشحين لها. وأوضح الكناني أن عبد المهدي سيطرح كابينته الوزارية على البرلمان الخميس المقبل كحد أقصى. أكد القيادي في تحالف المحور الوطني علي الصجري أن التحالف متمسك باستحقاقه الانتخابي في الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبد المهدي والمتمثل بالحصول على وزارة المالية، مشيرا إلى أن عبد المهدي تقدم بعرض للتحالف يتضمن منحنا وزارة التخطيط بدلا من المالية لكننا رفضنا ذلك وأكدنا له تمسكنا بوزارة المالية. وأضاف القيادي في تحالف المحور الوطني أن التحالف سيكون في المعارضة ولن يشارك في حكومة عبد المهدي في حال عدم حصوله على وزارتي المالية والدفاع إضافة إلى 4 وزارات أخرى. دعا النائب عن تيار الحكمة الوطني في البرلمان العراقي محمد اللقاش الحكومتين العراقية والإيرانية إلى إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول للبلدين. وأكد اللقاش علي أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز التبادلات والشراكات الموجودة بين الدولتين خاصة على الصعيد الاقتصادي والثقافي والعلمي والسياحي وبقية الأصعدة الأخرى. يذكر أن كثير من الدول قامت بإعفاء التأشيرات الدخول لمواطني دول أخرى في مقابل تعامل هذه الدول بالمثل. كشف وزير التعليم العالي في الحكومة الاتحادية الدكتور عبد الرزاق العيسى عن 27 موقعا ملوثا في البصرة بينها محطة الإضاءة القديمة القريبة من كليات باب الزبير في جامعة البصرة
وأضاف العيسى خلال زيارته البصرة ولقائه بمحافظها أسعد العيداني أن البصرة ستكون خالية من تلك المخالفات خلال 40 يوما. من جانبه دعا محافظ البصرة أسعد العيداني الحكومة العراقية ومجلس النواب بتخصيص مبالغ من موازنة عام 2019 لإزالة التلوث الذي يهدد حياة المواطنين. عليها من التعليم الموازي لإكمال هذه المشاريع، واليوم جامعة البصرة استثمرت هذه المبالغ لإكمال مشاريع الأقسام الداخلية. حقيقة هذا جزء من زيارتنا، وسيكون كذلك أنه تفقدنا لجامعة الجامعة التقنية الجنوبية، ولكن الأهم من ذلك هو اليوم لدينا مجموعة من منتسبي العلوم والتكنولوجية جاءوا لعملية إزالة بعض المخلفات الحربية التي كانت في مواقع محددة فيها بعض الملوثات التي يجب أن تزال أو كانت يجب أن تزال خلال فترة السنوات الماضية، ولكن حقيقة للأسف كانت مهملة. ولكن إن شاء الله لدينا عهد مع الأخوان الذين أتوا من بغداد لعملية إزالة هذه المخلفات، وخلال فترة 40 يوم إن شاء الله ستكون أرض البصرة نظيفة من هذه المخلفات الحربية. وبالنسبة لنا كحكومة محلية لمحافظة البصرة سنعمل على هذا الموضوع، وسنضغط بشدة باتجاه الشركات العاملة بالقطاع النفطي للبدء بعملية إزالة كل الملوثات اللي ممكن بتأثر على محافظة البصرة. ومن خلال وجود معالي الوزير ندعو الحكومة القادمة ومجلس النواب العراقي لتخصيص مبالغ بالموازنة لعام 2019 لإزالة كل التلوث في محافظة البصرة. وقع العراق مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية عقدا كبيرا لإنشاء محطات وتوليد 14,000 ميجاوات إضافية تسد حاجة العراق بالكامل، كما ستقوم الشركة بتوفير خدمات أخرى في مجال الصحة والمياه والتطوير التكنولوجي، كما أن توقيع العقد أخذ طابعا سياسيا أكثر منه اقتصاديا، حيث تدخلت الإدارة الأمريكية لفرض شركتها بدلا من مجموعة سيمنز الألمانية. بعد قرابة 15 عاما من أزمة الطاقة الكهربائية التي عاشها العراقيون ومثلها ما قبل التغيير، يبدو أن الحل بات ممكنا، حيث فرضت الاحتجاجات الأخيرة في البصرة نفسها وبقوة على الواقع للطاقة، إذ وقعت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية اتفاقية مبادئ التعاون مع وزارة الكهرباء العراقية في بغداد لتطوير قطاع الطاقة في البلاد. بيان للشركة الأمريكية أوضح أنه سيتم بموجب الاتفاق توليد ما يصل إلى 14,000 ميجاوات إضافية، وتوفير ما يصل إلى 65,000 فرصة عمل مباشرة وأخرى غير مباشرة للعاملين العراقيين، وتحقيق وفورات أكبر وتفادي خسائر أكبر بقيمة تصل لثلاث مليارات سنوية. ويضيف البيان أن العقد يتضمن أيضا تأسيس مركز محلي للتكنولوجيا ودعم خدمات المياه والرعاية الصحية. هذا وتعتزم جنرال إلكتريك الأمريكية توفير ثلاث وحدات متنقلة محمولة على شاحنات مخصصة لمعالجة المياه لتلبية احتياجات البصرة من مياه الشرب. كما تخطط الشركة الأمريكية مؤخرا لتأسيس وحدة للعناية الفائقة بحديثي الولادة، وكذلك تدريب طاقم التمريض لتلبية الحاجة الماسة إلى خدمات الرعاية الصحية المختصة. لكن ما لم يكشف عنه حتى الآن رسميا قيمة العقد، إذ تدخلت الإدارة الأمريكية في منحه لجنرال إلكتريك على حساب مجموعة ألمانية وهي سيمنز، والتي بدت على وشك عقد الصفقة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي مع بغداد، وذلك قبل أن يتدخل ترامب عبر إدارته ليمارس ضغوطا كثيرة على بغداد بحسب المراقبين، وذلك بعد أن ذكرتها بمقتل 7,000 جندي أمريكي على الأراضي العراقية منذ 2003،
وبين الأمريكيون أنه من الممكن أن تتغير طبيعة العلاقة بين البلدين في حال لم يوقع الطرفان على العقد. عاد قانون شركة النفط الوطنية ليشغل حيزا كبيرا في الأوساط السياسية والأكاديمية بسبب ما تضمنه بحسبهم من ثغرات قانونية تتناقض مع مبادئ الدستور العراقي وفقراته، إضافة إلى أمور أخرى هيكلية وتنظيمية. تفاصيل أكثر مع مراسلنا من بغداد أحمد فيلي. بعد 7 أشهر من التصويت عليه، عاد قانون شركة النفط الوطنية إلى واجهة الجدل السياسي. فالقانون بصيغته الحالية يحتوي على فجوات عديدة قد تقدم بعض المكاسب لبعض الأحزاب بحسب المتابعين، فجوات تتعلق بالهيكل التنظيمي وتضارب مهام الشركة في ظل تشكيل أكثر من كيان لإدارة القطاع الاستخراجي البترولي، إضافة إلى تعارضه مع الدستور من خلال تحويل عوائده إلى شركة عامة، مما يفقدها الحماية السيادية تحت القانون الدولي. الثروات الوطنية هي ملك للشعب العراقي، هذا نص صريح في الدستور، وبالتالي القوانين لابد أن تكون منسجمة وتصب بمصلحة المواطن والبلد والحفاظ على هذه الثروات بغض النظر عن التدخلات الإقليمية أو حتى المصالح الحزبية. لا يخفى أن هناك الكثير من المستفيدين من هذه الثروات بشكل مباشر، لكن على البرلمانيين وعلى الحكومة أن تسد الثغرات ولا تسمح باستغلال أي قانون ممكن أن تجلب منفعة ومصلحة لها شركة معينة. هذا القانون الذي رفضته محافظات وانتقدته محافظات أخرى منتجة للنفط يتضارب أيضا مع النصوص الدستورية الخاصة بالثروات العراقية وملكيتها التي تعود للشعب، خصوصا وأنه سيساهم في تعزيز التباين في توزيع الثروات بخلاف مبدأ المساواة التي نص عليها الدستور. أيضا قانون الشركة الوطنية أيضا في مسألة جمع شركات معينة وتسميتها بهذا الاسم أيضا فيه حقيقة تعدي واضح على حقوق الشعب العراقي، باعتبار أن هناك واقع حال موجود فيما يخص توزيع الثروات بين الشعب العراقي بصورة متساوية، ولا يمكن أن تحصر ملكية هذه الثروات أو تعدد الشركات بيد واحدة، ربما تكون مدفوعة خارجيا لهيمنة الاقتصادية، خصوصا أن قارون كروكر واضح في مسألة الهيمنة على الاقتصاد العراقي. وهنالك أيضا من يطالب بإيقاف العمل بهذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب مطلع شهر آذار المنصرمة لحين استكمال الملاحظات عليه أو على الأقل معالجة الثغرات فيه، ليصبح قانونا متكاملا وليس قابلا للتعديلات على أقل تقدير في المستقبل القريب. من بغداد أحمد فيلي، زاغروس تيفي. مشاهدينا الكرام، وقفة مع الأخبار الاقتصادية. أهلا بكم بالنشرة الاقتصادية، ونبدأ بأبرز العناوين. وزارة النفط العراقية تسعى لإنتاج 7 ملايين برميل يوميا. شركة الصرافة ترفض قرارا للبنك المركزي العراقي. وفجوة بمليار دينار في موازنة تونس. قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي إن العراق يسعى لإنتاج 7 ملايين برميل يوميا من خلال شركة النفط الوطنية التي تأسست حديثا، وتصدير 4 ملايين برميل يوميا في عام 2019. وأضاف اللعيبي في مقابلة له أن العراق يأمل في تصدير 1 مليون برميل يوميا عبر ميناء العقبة الأردني دون أن يحدد موعدا لذلك. ومضى يقول إن حرق الغاز الناتج عن عمليات استخراج النفط سيتوقف بحلول عام 2021. وتابع اللعيبي أن مصفات بيجي بشمال البلاد عادت للإنتاج بطاقة 70 ألف برميل يوميا.
أبدى محافظ البصرة أسعد العيداني اعتراضه على عدم تضمين مسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل تخصيص 50% للبصرة من إيرادات منافذها الحدودية، فيما أشار إلى زيادة حصة مساهمة البصرة في الإنتاج النفطي ضمن المسودة. ولفت المحافظ إلى أن في موازنة العام الحالي 2018 اعتبروا أن حصة البصرة من الإنتاج النفطي نسبتها 54%، وهي نسبة خاطئة، مضيفا أنه في مسودة موازنة العام المقبل 2019 تم تعديل النسبة عبر زيادتها لتكون 69%. عقدت المؤسسة الخدمية لشركات الصرافة ندوة نقاشية حول قرار البنك المركزي العراقي القاضي بدمج شركات الصرافة، وعبر أصحاب شركات الصرافة خلال الندوة عن رفضهم قرار البنك المركزي القاضي بدمج عشرات شركات بشركة واحدة لغرض السيطرة على عمل تلك الشركات ومراقبتها. البنك المركزي العراقي قد دعا منتصف شهر تشرين الأول الجاري شركات التوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية إلى الاندماج لتكوين مؤسسة صرافة واحدة، مستندا بذلك إلى قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل. وقعت شركة جنرال ألكتريك اتفاقية مبادئ التعاون مع وزارة الكهرباء العراقية لتطوير قطاع الطاقة في البلاد، وسيتم بموجب الاتفاقية توليد إلى ما يصل 14 جيجا وات إضافية وتوفير ما يصل إلى 65 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتفادي خسائر بقيمة تصل إلى 3 مليار دولار سنويا، وتأسيس مركز محلي للتكنولوجيا ودعم خدمات المياه والرعاية الصحية. ووقع اتفاقية التعاون قاسم الفهداوي وهو وزير الكهرباء العراقي، وجوزيف أنيس الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات الطاقة في أفريقيا وجنوب آسيا والشرق الأوسط. تهدد مشروع قانون المالية لسنة 2019 في تونس فجوة مالية تقدر بقيمة مليار دينار ستضطر الحكومة إلى ردمها بالزيادة الدورية في سعر الوقود حسب خبراء مال. واعتمدت الحكومة في مشروع الموازنة المقبلة على معدل سعر برميل النفط ب 72 دولارا، في حين تؤكد المؤشرات في السوق العالمية أن السعر لن ينزل العام القادم دون مستوى 80 دولار، وقد يتجه إلى 100 دولار حسب توقعات أسواق النفط. أعزائي المشاهدين، إلى هنا تنتهي النشرة الاقتصادية، شكرا للمتابعة، نعود لاستديو الأخبار. أهلا بكم من جديد. كشف تقرير لمحطة NBC نيوز الأمريكية عن خطة أمريكية جديدة للحرب في سوريا تركز على إخراج القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها خارج سوريا، وتهدف الخطة الاستراتيجية لواشنطن في سوريا إلى اتباع سياسة النأي عن المواجهة العسكرية المباشرة أو التورط في حرب مع القوات الإيرانية في سوريا. ووفقا للخطة سيواصل الجيش الأمريكي مهمته في سوريا في إطار محاربة الإرهاب، بينما تتم مواجهة إيران عبر الضغط عليها دبلوماسيا واقتصاديا. كشف مسؤول سعودي لوكالة رويترز عن هوية الشخص الذي ارتدى ملابس خاشقجي، مبينا أنه عضو في الفريق الأمني وخرج من الباب الخلفي للقنصلية السعودية في اسطنبول. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إن مصطفى مدني أحد أفراد الفريق الأمني السعودي المكون من 15 عنصرا والذي قد تسبب بمقتل خاشقجي، ارتدى ملابس الصحفي السعودي ونظارته وساعته الأبل. وأوضح أن مدني قد غادر من الباب الخلفي للقنصلية في محاولة للإيهام بأن خاشقجي خرج من المبنى.
ونبقى في قضية مقتل جمال الخاشقجي، حيث اعتبرت كندا الرواية التي سردتها الرياض حول مقتله داخل قنصليتها باسطنبول غير متماسكة وتفتقر إلى المصداقية، وطالبت بإجراء تحقيق معمق. وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستي فريلاند في بيان إن التفسيرات التي قدمت حتى اليوم غير متماسكة وتفتقر إلى المصداقية. وأضافت في البيان الذي نشر على موقع الحكومة: تدين كندا بشدة مقتل الصحفي جمال خاشقجي الذي أكدت المملكة العربية السعودية حدوثه في قنصليتها في اسطنبول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير راض عن الرواية السعودية التي تفسر مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وأقرت السعودية يوم الجمعة لأول مرة بموت خاشقجي قائلة إنه قتل في شجار بالأيدي في القنصلية السعودية في اسطنبول. ويعتقد مسؤولون أتراك أن خاشقجي الذي كان ينتقد بعض سياسات المملكة قتل، وأنه تم التخلص من جثمانه بتقطيعه. وتعهدت تركيا بكشف تفاصيل مقتل خاشقجي رغم أنها لم تتهم السعودية بصورة رسمية، ولكن محققين أتراك يقولون إن لديهم أدلة بالصوت والصورة تظهر مقتل خاشقجي على يد فريق من العملاء السعوديين داخل القنصلية في اسطنبول. خلفت عمالة عنف طائفية اندلعت بسبب مشاجرة في أحد الأسواق في شمال نيجيريا 55 قتيلا حسب ما أعلن رئيس البلاد محمد بخاري. وذكرت تقارير أن اشتباكات اندلعت بين عدد من الشباب المسلمين والمسيحيين بعد خلاف وقع بين مجموعة حمالين في ولاية كادونا الشمالية، وفرضت السلطات حظر تجول على مدار الساعة في البلدة. وقال المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية غاربا شيهو في تعليق له على تويتر إن الرئيس بخاري يؤمن بأن الاستخدام المتكرر للعنف في مثل تلك الخلافات مصدر قلق شديد. أفاد التلفزيون المركزي في الصين أن 22 شخصا على الأقل ظلوا عالقين تحت الأرض جراء ما يسمى بضربة جبلية أدت إلى انهيار منجم فحم يقع بولاية شاندونغ شرقي البلاد. وأضاف أن أعمال الإنقاذ في مكان الحادث التي تجري بمشاركة أكثر من 170 شخصا لا تزال مستمرة، مشيرا إلى غياب أي معلومات حول حالة العمال العالقين في المنجم تحت الأرض. نظمت جامعة الموصل كلية الطب ورشة عمل توعوية للتعريف بمرض سرطان الثدي وطريقة الكشف المبكر عنه، خصوصا بعد ارتفاع معدلات الإصابة به مؤخرا. تفاصيل أكثر مع مراسلنا من الموصل محمد طلال. بمناسبة الشهر العالمي للتوعية حول مرض سرطان الثدي، أقامت كلية الطب في جامعة الموصل ندوة علمية تثقيفية تم من خلالها التعريف بهذا المرض الذي شاع انتشاره في الآونة الأخيرة خصوصا في العراق. ارتأت كلية الطب أن تكون مبادرة في هذا الموضوع وأن تجري ورشة العمل، وحتى ورشة العمل يعني أنت لاحظت بأنها ورشة تفهم من قبل العامة وليس من قبل الأطباء المتخصصين، وقيمت حتى في اللغة العربية، وكانت الدعوة عامة في الجامعة ووجهت الدعوات عامة للجميع للتوعية. طبعا احنا ويا الدكاترة انه لازم نوعي الناس بهذا المرض وحتى نكتشفه بمرحلة المبكرة حتى ما يوصل يعني مرحلة متأخرة وما نقدر نعالجه، لأنه الوقاية خير من العلاج. المحاضرون تناولوا أسباب انتشار هذا المرض والنسب التقريبية له في المحافظات العراقية، حيث جاء في مقدمة المحافظات بغداد تليها نينوى، ثم تتدرج النسب تباعا، عزينا ذلك إلى عدم وجود الوعي الكافي لدى النساء العراقيات بهذا المرض. قمنا بدعم والمشاركة في ندوة التوعية
العلمية من ناحية سرطان الثدي بمناسبة شهر سرطان شهر التوعية لسرطان الثدي اللي هو شهر أكتوبر. نسبة سرطان الثدي عندنا في مدينة الموصل في أو في بالأحرى في محافظة نينوى، وأعتقد اللي هو تكون مشابهة لبقية المحافظات، هي حوالي 34%، وهذا أقل من نسبة الإصابات في الغرب. الغاية من هذه الورشة العمل أو الندوة هي زيادة الوعي في مجتمع التدريسيين، في الطلاب جامعة الموصل وجامعة نينوى، حول خطورة الورم وحول الإحصائيات العالمية والمحلية لسرطان الثدي. عرض خلال الندوة فيلما قصيرا وضح من خلاله تعليمات للنساء حول كيفية الفحص الذاتي والمتابعة الشهرية، والتي تؤدي للكشف المبكر، والذي بدوره يؤدي إلى نسب عالية في الشفاء تصل إلى نسبة 90%. محمد طلال، زاغروس تي في، الموصل. مع ازدياد احتمالية خروج الأهوار العراقية من لائحة التراث العالمي نتيجة انحسار المياه وتدهور الثروات الحيوانية والزراعية، أقام المصور الصحفي معتز سامي معرض صور فوتوغرافية في السليمانية لتسليط الضوء على ما وصفها بالكارثة في الأهوار، سيما في ظل الصمت الحكومي من بغداد. تقرير شيار محمد من السليمانية. في خطوة لتسليط الضوء على ما آلت إليه الأهوار في المحافظات الجنوبية العراقية من جفاف وتهديد للثروات الحيوانية والزراعية والسمكية نتيجة انحسار المياه، أقام المصور من بغداد معتز سامي معرض صور فوتوغرافية في السليمانية يهدف إلى مقارنة صورية للأهوار ما بين الماضي والحاضر. راح تشاهد أكو أعمال موجودة وثقت بها الجفاف. الآن الأهوار تعاني من نقص حاد بالمياه وجفاف حاد، انحسر المياه بمناطق معينة، صار أكو نفوق للأسماك، صار أكو هجرة للسكان. الأهوار الآن وضعها وضع جدا خطر، يعني ممكن بالأيام القادمة تجف بشكل تام بسبب قطع المياه، بسبب سياسات الحكومات وعدم التنسيق بالحصص المائية اللي تزودها الحكومة لهاي المنطقة. بالنسبة لهذا المعرض يحكي على الأهوار، فإذا تشوفون حسب الصور هاي صور قديمة للأهوار، خلينا نقول هاي الفترة اللي هي 6 سنين إلى هسه، أكو بعض الصور هي صور جميلة كلش وعن حياتهم، بس هسه هاي الأشياء ما باقية مثل قبل، صاير الجفاف مأثر بها بشكل سلبي وصايرة هجرة كلش كبيرة. بهذا المعرض احنا رسالتنا شنو؟ نريد نخلي هوايه ناس من العراق، من الاقليم، من اي ناس، حتى اجانب من برا، يكون عندهم هذا الدافع حتى يحاولون يساهمون بمساعده وخلينا نقول اعاده احياء هذه المنطقه. المعرض ضم نحو 30 صوره فوتوغرافيه جسدت جمال الاهوار من جهه كمعلم سياحي، والتركيز على موجة الجفاف التي ضربت المنطقة نتيجة ضعف الإطلاقات المائية من جهة أخرى، سيما في ظل ما وصفه عراقيون بفشل حكومة بغداد بالمحافظة عليها. معتز سامي قضى أيام طويلة حتى يصور هاي الصور ويعكس لنا الروح الموجودة بالأهوار والمعاناة اللي يعانوها أهل الأهوار اللي إحنا مغيبين عنها وما نعرفها. الأهوار تعاني من هواية جفاف، من هواية أمور المفروض تتحسن من قبل الجهات المسؤولة والمفروض يسلطون ضوء عليها أكثر. الأهوار لو كانت بها مياه أكثر كان صارت تحسين لل مثل ما نقول الموارد اللي بها، راح تكون منطقة سياحية كبرى بالعراق. وتشكل الأهوار نحو 40,000 كيلومتر من مساحة العراق، وكانت منظمة اليونسكو أدرجتها عام 2016 ضمن لائحة التراث العالمي، لكن خطر اندثارها وإزالتها من اللائحة لا يزال يحاكي أذهان سكانها المحليين. لقناة زاغروس تي في، شيار محمد، السليمانية. وختاماً هذا تذكير بأبرز نجاح. الرئيس بارزاني يؤكد نفتخر بتجديد جماهير كردستان ثقتها بالديمقراطية الكردستانية. نائب رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة الاتحادية الإسراع بإنهاء معاناة نازحي كركوك.
وزير التعليم العالي في الحكومة الاتحادية يؤكد وجود 27 موقعا ملوثا في البصرة. تقرير يكشف أن أمريكا لديها خطة جديدة لإخراج القوات الإيرانية من سوريا. وترامب يقول إنه غير راض عن الرواية السعودية بشأن خاشقجي. مشاهدينا الكرام، انتهت النشرة الإخبارية لهذه الساعة، إلى أن نلتقيكم بنشرات جديدة. هذه أحلى تحية من كادر العمل ومن ينشيلان محمد. إلى اللقاء.